علشان نعمل تارت الفرانجيبان. والنهارده هنعمله بالكمثرى، تقدروا تعملوه بالتفاح باللي انتوا عايزينه. عايزين كمثرى 3 تقريبا، وللعجين عايزين 1.5 كوباية دقيق، رشة ملح، نص كوباية زبدة، 1 بيض، فانيليا. الحشوة عندنا عبارة عن اللي هي الفرانجيبان بقى، نص كوباية زبدة، نص كوباية سكر، 2 بيض، فانيلا، نص كوباية دقيق، وتلات ارباع كوباية لوز دقيق، دقيق اللوز. لو مش موجود دقيق اللوز اشرحوا، قصدي اشرحوا ايه، اطحنوا اللوز، اطحنوه لغاية ما يبقى ناعم زي الدقيق. وساعتها بفضل انكم لما تيجوا تطحنوا اللوز اطحنوه مع شوية من عيار الدقيق، علشان نمنع اللوز ان هو يطلع الزيوت اللي فيه. يعني احنا لو جبنا اللوز وطحناه لوحده شوية، وهتلاقوا اللوز ابتدى يطلع زيوت، فعلشان خاطر ما نوصلش للمرحلة دي بنحط بس يعني بتاع معلقتين كبار من عيار الدقيق اللي عندنا مع اللوز، فالزيوت ما بتطلعش. تمام، التارت اللي عندنا هناخد دلوقتي الدقيق هنحطه كده هنا، وهنحط معاه عيار الزبدة، وهنحط معاه رشة الملح، وادي عيار الزبدة، والزبدة تكون ساقعة متقطعة مكعبات وساقعة بهذا الشكل. وهنبتدي كده ايه، بلس بلس بلس، يعني ضربة ونقف. لو مش موجودة عندنا الكبة يبقى احنا كده بطرف صوابعنا بنفرك الدقيق والزبدة مع بعض، فرك مش عجن. انا مش عايزاها تبقى عجينة قطعة واحدة امسكها في ايدي كده، لا انا عايزاها مفتفتة، حاجة فتفيت. يلا بصوا، وصلنا لمرحلة الفتفتة، هو ده اللي انا عايزاه. شوفوا شوفوا المرحلة اللي وصلنا لها، هي دي، شوفوا اهو، بصوا الزبدة كده اهي، شايفين الزبدة دخلت مع الدقيق وعملت زي يعني كلاكيع صغننة صغننة خالص كده، هو ده اللي احنا عايزينه. انا مش عايزاها تمسك في بعض. اوكي، دلوقتي بقى مفيش مشكلة لو مسكت في بعضها، هنحط لها البيضة، وهنحط الفانيلا، وهنخلط تاني، نعجنهم تاني مع بعض كده، نضربهم لغاية، بصوا لغاية ايه، لغاية ما اول ما تبتدي انها تفورم كده، ايه، انها تشكل، لا كورة. اول ما الاقي اللفة، دلوقتي هتبقى اللفة ازاي، دقيق مبعتر كده، اول ما نبتدي نلاقي ان الدقيق المبعتر ده ابتدى يعمل كوره وبيلف، هروح موقفه على طول. يلا بينا مع بعض. وقفنا، شفتوا؟ خلاص احنا كده وصلنا للعجينه اللي احنا عايزينها. انا ما بحبش افرد على دقيق، ولكن هفرد النهارده. ليه؟ هقول لكم، لان انا ما بحبش افرد على دقيق، لان الدقيق العجينه بتشربه، فلما اجي الم العجينه تاني واعمل مثلا كوكيز او اي حاجه تانيه، العجينه بتبقى شربت دقيق، برجع احط لها تاني فبتفضل العجينه تشرب في دقيق، فانا بغير من العيارات. بس النهارده احنا مش هنفرد ونلم ونفرد ونلم ونفرد ونلم، احنا هنفرد مره واحده بس، هي مره واحده بس، فمعلش ممكن نفردها بالدقيق، نحطها تاني، يعني اللي بيتقطع بنقدر عادي نحط له حته تانيه. يلا شوفوا منتهى السهوله اهي، نجيب بقى دي ونحط دي هنا كده، ونبتدي نغطي الاطراف قد ما نقدر. شوفوا مثلا هنا الحته دي فاضيه، هنا بروح واخده من هنا وحاطه هنا، عادي جدا عادي جدا، شايفين اهي، باخد من هنا واحط هنا، ونفضل كده لغايه ما ايه، نغطي كل المنطقه عندنا. الحتت الزياده ناخدها وندي الحتت المسكينه اللي ما عندهاش. يلا نروح هنا بس اهو، يلا بينا نروح نعمل الخليط بتاع الفرانجيبان بتاعنا. طيب هجيب دلوقتي بس ايه، اهي دي كده، خليكي هنا جاهزه. هنجيب بولة هنحط فيها الزبدة اللي عندنا، وهنحط فيها السكر،
وهنخلطهم مع بعض خلطة سريعة كده. فين ال اهو، يلا خلطة سريعة. هنحط البيض ونحط الفانيليا اللي عندنا ونحط بقى كل المكونات اللي عندنا، الدقيق العادي والدقيق اللوز ورشة الملح. ناخد الخليط اللي عملناه ونحطه كده هنا على التارت بتاعنا. يلا، طعمه جميل جدا جدا جدا، يعني مش جميل عادي، يعني طبعا اللي بيحب اللوز هينبسط جدا عليه. بتقدروا ما تحطوش اي حاجه وتروحوا مغطيينه بعجينه تانية، هو دي العجينه دي طعمها خطير خطير. هناخد بقى دلوقتي الكمثرى اللي عندنا او التفاح او ايا كان اللي هتحطوه، وبنحطه بقى بالطريقه اللي انتوا عايزينها كده. برضو شوية لوز، كل ده اختياري، ولا اي حاجة يعني ولا اي حاجة اجباري، كله اختياري. نحط كده شوية لوز هنا. هنروح بقى دلوقتي على فرن وعلى درجة حرارة 180، هنقعدها 180 تمام، هنقعدها نص ساعة.